هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء هكذا تتواصل الانطلاقات تتواصل التحديات ورابع الاشواط ينطلق خاصة بالابكار. نذكر بالتوقيت الافضل والحدث على ارضية هذا الميدان بالفعل اللي هو هداد لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري الذي دائما وابدا يقدم لنا النجوم، يقدم لنا الاحداث، يقدم لنا النوعيه الفاخره، قدم لنا هداد واحد من الاسماء القويه ايضا الذي سوف يكون له حضور مشرف. ترقبوه في ايضا الاشواط الرئيسيه باذن الله تعالى في المهرجانات القادمه، ونتمنى لك التوفيق يا ابو حمد من القلوب. بالفعل هنا ايضا من شوطنا الرابع الذي خصص للابكار، شوط لا يقل اهميه، حامل الاثاره والمنافسه. اشواطنا اليوم حامل التحديات، حامل المنافسه، اليوم المنافسه قويه بالفعل. كما شاهدتوا ايضا نسير مع المقدمه والصداره، ناخذ المركز الاول ومعركتي البدايه الريف لسعيد بن صغير بن حمود الجنيبي على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني هناك التواجد وصل بن منانة يقدم لنا حضوري وباحث عن مكانه. فالمركز الثاني لسيد منصور بن محمد بن سعيد بن منانة يقدم تواجدي وجد متواجدة وجد على مقدمة هذا الشوط. ترقص على أرض المجد بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الريف لسعيد بن صغير بن حمود الجنيبي. المركز الثالث المتواجدة لهبيبة الاسم التاريخي وأحمد بن الحزمي بن قناص العامري يقدم لنا حضوري وتواجد أيضا لهبيبة. المركز الرابع رابع المراكز متعبة لسيد حمد بن سعيد بن سيف الاكتبي يقدم لنا متعبة على المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا الجابري مع قنايم لسيد محمد بن سيد سلطان بن أحمد بن سالم الجابري، ولكن الوصول والتقدم من قبل ايضا الحاضر الشاهنيه لسيد صالح بن حمد بن محمد العويسي يقدم حضور ابو حمد مع ايضا تواجد الشاهنيه على المركز الخامس. والمركز السادس الفايزه وصلت الفايزه مع بن مرير يمر مرور الكرام بحضور الفايزه باحثه عن الفوز والانتصار. مطر بن سعيد بن مرير الاكتبي هكذا المعركه، هكذا التحدي، هكذا تجمع. شاهد يمشاهد، تابع يمتابع. الكيلو المتر الأخير، المعركة النهائية. راح أبو حمد، راحت الشاهنية. الله الله الله، يلا يا ابن خويدم، الله يا ابن خويدم على مقدمة الشوط. صالح بن حمد العويسي بينما هناك يقدم الشاهنية. المركز الثاني لهبيبة، الهبيبة تتحرك مع أحمد بالحزمي بن قناص. المركز الثالث وصلت، تحرك، راقب اللي وصلت، راقب اللي وصلت من الجانب الاخر. تابع يمتابع، شوف 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 اللي وصلت، اللي غيرت موازين الشوط. مرضيه 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 بحضورها، مرضيه بتواجدها على مقدمه هذا الشوط. يا سلام، الله 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 الله. عبد الله بن ناصر بن سالم الدرعي يقدم لنا حضوري وتواجد. مرضيه مرضيه المجزيه بهذا الحضور على مقدمه هذا الشوط. هناك المركز الثاني تتحرك القادمة. بن يوعان وصل، بن مسعد وصل. يا مسعد يا بن مسعد مع أيضا حضوري وتواجد الذيبة. الذيبة ومرضية مرضية مرضية مرضية. الذيبة قادمة. يا سلام، محمد بن يوعان بن مسعد العامري، أسعد الله صباحك بهذا الفوز والانتصار. سلام بن مسعد، سلام، تهانينا والناموس لسيد محمد بن يوعان بن مسعد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في مرضية لسيد عبد الله بن ناصر بن سالم الدرعي. أما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام اللي هي الشاهنية صالح بن حمد العويسي. والمركز الرابع
رابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام، اللي هي لبيبة أحمد بالحزمي بن قناص. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لتسجل 4 دقائق 31 ثانية. تهانينا والناموس للفائزين.